عشية ذكرى انطلاق تظاهرات 18 آذار 2011 الذي كان أول يوم جمعة في الانتفاضة السورية، غرقت العاصمة دمشق ببحر جديد من الدماء سببه تفجيران شديدان استهدفا مركزين للأمن، ويسبقان في التوقيت وصول أعضاء البعثة المفوضة من المبعوث كوفي أنان الاثنين إلى دمشق. بدي أحكي لأحكي خرب بيتي كله كسر تحطم، وأنا من شلفت هيك جيت على كيف وقعت كيف صار فيني ما بعرف، ما حسيت حالي غير بالأرض. السلطات السورية أشارت إلى مقتل عدد من المدنيين ورجال الأمن، موضحة أن أحد التفجيرين اللذين نجما وفق المؤشرات الأولى عن سيارتين مفخختين استهدف إدارة الأمن الجنائي في دوار الجمارك، بينما استهدف الانفجار الثاني إدارة الاستخبارات الجوية. صاعد الدخان بعد الانفجار الذي حدث في ساحة التحرير 17/3/2012. من جهتها نقلت مواقع المعارضة صورا عن الانفجار مؤكدة أن عددا من عناصر الأمن سقطوا بين قتيل وجريح. وسط هذه الأجواء تواصلت التظاهرات المعارضة في عدد من المناطق السورية وخصوصا في الرقة، حيث خرجت تظاهرة تشييع حاشدة سقط خلالها قتلى برصاص الأمن. إلى ذلك قتل شرطيان برصاص مسلحين مجهولين في ريف حلب، وفي درعا عثر على جثة تعود لمواطن كانت الأجهزة الأمنية اعتقلته قبل أيام. ردا على جرائم النظام في حمص وإدلب وأن عانوا في القتل. أما الانشقاقات عن الجيش النظامي فتتوسع، والمنشقون يعلنون عبر مواقع الإنترنت انضمامهم إلى الجيش السوري الحر. وفي ظل المطالب الداخلية والعربية لتسليح الجيش الحر يتواصل تضعضع المعارضة سياسيا. وفي تطور لافت أعلن مصدر دبلوماسي عربي لفرانس بريس تحرك معدات عسكرية سعودية إلى الأردن لتسليح الجيش السوري الحر المنشق، والتفاصيل المتعلقة بهذه العملية ستعلن في وقت لاحق وفق المصدر قبل أن يصدر نفي رسمي أردني. من جهتها أعلنت الحكومة العراقية أنها أبلغت إيران عدم سماحها باستخدام أراضيها وأجوائها لمرور أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا. دوليا أدان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي انفجاري دمشق معربا عن تعازي بلاده الحارة لعائلات وأقارب الضحايا.